مرحبا بكم مجددا في تتمة تمارين درس الزوايا. إذا الآن مع التمرين الأول الصفحة 36، ألاحظوا وأملأ الجدول. إذا لدينا مجموعة من الساعات تكون عقاربها أو عقاربها زاوية معينة. إذا المطلوب أن نملأ الجدول حسب نوع الزاوية التي يكونها كل عقرب. إذا نبدأ بالزاوية أ، إذا هذه الزاوية فهي زاوية حادة لأن قياسها أصغر من 90 درجة. إذا أ زاوية حادة. ثم الزاوية ب، إذا الزاوية ب فهي زاوية منفرجة لأن عند قياسها هكذا بالكوس ف نلاحظ على أن قياسها أكثر من 90 درجة، إذن هي زاوية حادة بي، أو عفوا زاوية منفرجة. ثم الزاوية سي، إذن الزاوية سي أيضا عندما نقيسها هكذا نلاحظ على أن قياسها أصغر من 90 درجة، إذن هي زاوية حادة، إذن سي زاوية حادة. ثم الدي، دي هي زاوية قائمة. لماذا؟ لأن كما نلاحظ فتكون زاوية قائمة، إذا قياسها 90 درجة، إذا هي دي زاوية قائمة. ثم الزاوية أ، إذا الزاوية أ سنقيسها أيضا، إذا كما نلاحظ فهي قياسها أكثر من 90 درجة، إذا هي زاوية منفرجة. ثم هذه الزاوية F فهي زاوية مستقيمية، ليست بزاوية حادة أو زاوية قائمة أو زاوية منفرجة. كيف ما كنلاحظوا فهي هذه قياسها يساوي 180 درجة، إذا قياسها يساوي 180 درجة، هذه كتسمى زاوية مستقيمية، إذا ما غنصنفوها حتى في شي حالة. ثم عندنا الزاوية هذه لف الزاوية جي، إذا إلى قسناها هكذا نجد أنها تكون زاوية قائمة، وإن كانت ماشي 100% زاوية قائمة ولكن يظهر أنها تكون زاوية قائمة. إذا جي نعتبرها زاوية قائمة. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني، ألون أكبر زاوية في كل حالة. إذا أكبر زاوية في كل حالة، إذا عندنا هاد الزاوية وعندنا هاد الزاوية. إذا غنقيس هاد الزاوية الأولى، ثم كذلك نقيس هاد الزاوية الثانية. إذا هاد الزاوية باش كنقيسوها تلقاو الفتحة، إذا هي زاوية حادة. إذا قياس هاد الزاوية كنلقاوها هادي زاوية حادة. ثم إلى قسنا هاد الزاوية هادي كنلقاوها زاوية منفرجة، إذا الزاوية المنفرجة فهي أكبر من الزاوية الحادة. إذا غنلونو الزاوية المنفرجة، إذا هي أكبر زاوية. ثم هنا عندنا هذه زاوية حادة كذلك، إذن إلا قصنا هكا كنلقاوها زاوية حادة. غنشوفو هذه كنلقاوها زاوية أقرب لأن تكون زاوية قائمة، إذن هذه هي اللي غتكون أكبر. التمرين الثالث، ألاحظ مرسام كل زاوية. إذا المرسام ديال هذه الزاوية هو هذا، ثم أيضا هذه، ثم أيضا هذه الزاوية الخضراء، وألون زوايا كل مثلث بما يناسب. إذا هنا غيخصنا ننسخوا هذه الزوايا ونقيسوا بهم. إذا نبداو بهذه الزاوية الخضراء، إذا غنوضعوا واحد النقطة هنا، واحد النقطة هنا، واحد النقطة هنا أيضا.
لان هنا غنسخو الزاويه الخضراء إذن هذه الزاوية الخضراء، ثم غادي نسخو أيضا هذه الزاوية الزرقاء، إذن الزاوية الزرقاء هذا رأس الزاوية، هذا ضلع من الزاوية، إذن هذه الزاوية الزرقاء هي زاوية قائمة، ثم الزاوية الحمراء، إذن هذا رأس الزاوية، وهذه أضلاع الزاوية، إذن هذه قلنا الزاوية الحمراء، وسنقوم بتقطيع هذه الزوايا. إذن هذو هما الزوايا ديالنا، إذن غنبحثو على كل زاوية واللي كتناسبها. إذن مثلا هنا غنلقاو هذه الزاوية الخضراء، إذن غنلونوها بالأخضر، ثم هاد الزاوية هذه اللي عندنا نشوفوا هل تتطابق مع الزاوية الزرقاء، لأن كما نلاحظ تتطابق مع الزاوية الزرقاء، إذا غنلونها بالأزرق، ثم نشوفوا هذه هاد الزاوية، إذا هذه تيبان كتطابق مع هذه، إذا نعم تتطابق مع الزاوية الحمراء، إذا هذه غنلونها بالأحمر، ثم شوفوا هذه الزاوية ربما كتطابق مع الزاوية الخضراء، إذا كيف ما كتلاحظوا كتطابق مع الزاوية الخضراء، إذا سنلونها بالأخضر، ثم هنا كتبان هاد الزاوية تتطابق مع الزاوية الزرقاء، نتأكدوا نعم، إذا كيف ما كتلاحظوا كتطابق هذه مع الزاوية الزرقاء، زاوية قائمة لونها بالأزرق، ثم هذه كتظهر أنها كتطابق مع الزاوية الحمراء، نتأكدوا إذن كيف ما كتلاحظوا فهي كتطابق مع الزاوية الحمراء، إذن غنلونها باللون الأحمر، ننتقل إلى التمرين الأول الصفحة 37، إذن أكمل بما يناسب زاوية حادة أو قائمة أو منفرجة، إذن هذه الزاوية هذه اللي عندي هنايا فهي زاوية قائمة، لأن باش غنقيسها هكا كنلقاوها كتكون زاوية قائمة، إذن هذه زاوية قائمة، ثم هذه الزاوية هذه، هذه الزاوية هذه، إذن إلا قستها هكذا بالكوس كنلقاها أصغر من 90 درجة، إذن هي زاوية حادة، ثم هذه الزاوية هذه اللي عندي هنايا إذا لقستها بالكوس هكذا فكنلقاها أكبر من 90 درجة، إذا هي زاوية منفرجة، ننتقل إلى التمرين الثاني، أصنف الزوايا في الجدول، إذا أمامنا خمس زوايا سنصنف كل زاوية
حسب نوعها، زاوية حادة أو زاوية قائمة أو زاوية منفرجة، وسنقيس هذه الزوايا. إذا مثلا الزاوية A سنقيسها هكذا بالمزوات، نلاحظ أنها تكون زاوية قائمة. إذا عندنا هنايا زاوية، أو سنقيس هذه الزاوية، إذا كما نلاحظ فهي زاوية قائمة. إذا الزاوية A هي زاوية قائمة. ثم الزاوية بي، إذا سنقيسها هكذا، إذا نلاحظ أنها زاوية منفرجة، إذا جاية حد هنا، إذا هذه زاوية منفرجة، إذا بي، أو عفوا عفوا عفوا، زاوية حادة، زاوية حادة قياسها أقل من 90 درجة، عفوا، إذا بي زاوية حادة. ثم الزاوية سي، إذا الزاوية سي عندما نقيسها هكذا نلاحظ أن قياسها أكبر من 90 درجة، إذا هي زاوية منفرجة، إذا سي زاوية منفرجة. ثم دي، إذا عندما نقيسها هكذا فنلاحظ أنها زاوية، هذه زاوية مستقيمة أو زاوية مستقيمية، إذا لأن قياسها هو 180 درجة. إذا هذه لن نصنفها إلى أنواع الزوايا المقترحة علينا، لن نصنفها إلى أي نوع. ثم الزاوية الأخيرة، إذا عندنا الزاوية أو، إذا الزاوية أو كما نلاحظ فقياسها أقل من 90 درجة، إذا هي زاوية حادة، إذا أ زاوية حادة. التمرين الثالث، أستعمل المزوات وأحدد كل زاوية قائمة وألونها. إذا سنقيس زوايا الشكلين، وكلما وجدنا زاوية قائمة سنلونها. إذا هذه الزاوية، الزاوية الأولى، فهي ليست بزاوية قائمة، إذن لأن قياسها أقل من 90 درجة. إذن قياسها أقل من 90 درجة. ثم هاته الزاوية، إذن أيضا هذه ليست بزاوية قائمة، إذن هي زاوية حادة. ثم سنقيس أيضا هذه الزاوية، إذا هذه الزاوية أيضا ليست بزاوية قائمة. ثم أيضا نشوف هذه الزاوية أيضا، إذا هذه زاوية قائمة، إذا سنلونها هكذا. ثم أيضا سنقيس هذه الزاوية، إذا هي ليست بزاوية قائمة. شوفوا أيضا هذه الزاوية، إذا هذه زاوية قائمة، إذا كما نلاحظ هذه زاوية قائمة، تنسى نلون أيضا هذه الزاوية. سنقيس أيضا هذه الزاوية، إذا كما نلاحظ هي ليست بزاوية قائمة. ننتقل إلى الشكل الثاني، نشوف هذه الزاوية، إذا هذه زاوية قائمة كما نلاحظ، إذا سنلون هذه الزاوية. ثم نقيس أيضا هذه الزاوية، إذا هي ليست بزاوية قائمة كيف ما كنشوفوا عندنا واحد الجزء هنا. ثم قيسوا أيضا هذه الزاوية، إذا هي ليست بزاوية قائمة. ثم أيضا نفس الشيء بالنسبة لهذه الزاوية، إذا هي ليست بزاوية قائمة.
إذن هذا الشكل كامل عندنا فقط زاوية قائمة واحدة. ننتقل إلى التمرين الرابع. إذن أنشئ كل زاوية، إذن هنا بغينا زاوية حادة، إذن زاوية حادة قياسها أقل من 90 درجة. إذن غنقيس هكذا هذه الزاوية، إذن هنا غتكون عندنا 90 درجة مثلا هنا، حنا ما غاديش نديروها هنا، غنحاولوا نديروها هكذا مثلا. إذن هذه زاوية حادة. ثم هنا بغينا زاوية قائمة، إذن هنا خصنا نعملوا زاوية قائمة. إذن غنرسمو بالمزوات، رسمو هنا واحد الزاوية قائمة هكذا. ثم هنا بغينا زاوية منفرجة، إذن هذه زاوية هكذا زاوية قائمة، حنا غنرسموها مثلا هنا باش غتكون أكثر من 90 درجة، إذن غنرسموها هكذا. إذن هذه زاوية منفرجة. ثم التمرين الخامس، ألون الزوايا في الشكل كما يلي. إذن زاوية حادة سنلونها بالأحمر، زاوية قائمة بالأزرق، وزاوية منفرجة سنلونها بالأخضر. إذن سنقيس الزاوية سي مثلا. إذن كما نلاحظ الزاوية سي فهي قياسها 90 درجة، إذن هذه زاوية قائمة سنلونها باللون الأزرق، هذه زاوية قائمة. ثم الزاوية دي، إذن الزاوية دي لقسناها مثلا هكذا بالكوس، سنلاحظ أن قياسها أقل من 90 درجة، إذن فهي زاوية حادة سنلونها باللون الأحمر. ثم الزاوية E، إذن الزاوية E عندما نقيسها هكذا بالمزواة نلاحظ أن قياسها أكثر من 90 درجة، إذن هي زاوية منفرجة سنلونها باللون الأخضر. الزاوية أ، إذن سنقيس الزاوية هكذا، إذن نلاحظ أن قياسها أقل من 90 درجة، إذن هي زاوية حادة سنلونها باللون الأحمر. ثم الزاوية ب، إذن الزاوية ب كما نلاحظ فقياسها أكثر من 90 درجة، إذن هي زاوية منفرجة سنلونها باللون الأخضر. انتهى.